Today we have this discussion. How can we solve this problem? أن يكون عيشتهم وحياتهم طبيعية. أفضل خدمة إنسانية لمن يطمح أن يكون يقدم خدمة هو إنه نعالج عودة النازحين إلى مناطقهم. شكلنا لجنة والخيمة وموجوداتها وتسهيلات النقل نتبناها ونعيدهم. قرية أو مجمع ب800 دار. ليش ما نقدم خدمة يقول ما حد بيها؟ فإذا إحنا يجب أن نعمل بشكل متوازي نعيد نقدم خدمة ونعيد النازح. المنظمات حقيقة الفترة السابقة طيلة السنوات قدمت خدمة كبيرة جدا وكانت هي العمود الأساسي لتقديم الخدمة للنازح في المخيمات. من خلال الجذب الدقيق لمفوضية الانتخابات أظهرت عندنا 18,000 ناخب النازحين من غير محافظات بعد ما يأمنون لهم مكاناتهم ومحافظاتهم نعيدهم حتى يعالجون أسباب نزوحهم. Basically, facilitate and support returns to areas of origin where that is feasible. But as you say, this is going to take time. من الواضح أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في المناطق الأصلية للنازحين حتى نشجع العودة إلى المناطق. تم عقد تحقيق لقاء لمناقشة موضوع عودة النازحين وما التوقيتات الزمنية والتنسيق ما بين المنظمات الدولية العاملة في إدارة المخيمات والمشرفة على تقديم الخدمة للنازحين مع الدوائر المعنية في المحافظة من ديوان المحافظة الهجرة. حقيقة النقطة المهمة أن يجب أن تكون العودة طوعية فيما يخص نقل النازحين من محافظة نينوى إلى باقي المحافظات. تم بالتنسيق مع من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور المحافظين وبحضور مدير عام الفروع في وزارة الهجرة. تم الاتفاق على تهيئة كافة المتطلبات لغرض استقبال النازحين في المحافظات. اليوم الاتفاق والرؤية المشتركة أنه يجب أن يكون العمل بالتنسيق حول آلية العمل على إعادة النازحين وجمع المخيمات أو أنه التوقيتات الزمنية اللي يطلبها تنفيذ هذا العمل. جادين بالعمل على تهيئة كل المستلزمات والمتطلبات لغرض عودة النازحين طوعيا لمناطقهم في محافظة نينوى. هذه مسؤوليتنا ولا يتم العمل إلا بالتنسيق من خلال المنظمات الأخرى منها منظمة الهجرة الدولية وباقي المنظمات الأخرى العاملة في محافظة نينوى. شكري وتقديري إلى كل الجهات إلى المنظمات لما قامت به من خدمة كبيرة للنازح ولا تزال تقدم، وحقيقة هذا يحسب لها. اجتمعنا اليوم مع سيادة المحافظ لتقديم شكرنا وامتناننا للتنسيق والتعاون والتسهيلات اللي تقدمها محافظة نينوى لكل المنظمات العاملة. نحن الآن في مرحلة لمحاولة تجميع المخيمات كون الأعداد تتناقص، سواء كان ذلك من خلال إعادة الإحصاء وعمليات تفتيش أو من خلال العودة التي تمت حقيقة وهناك تناقص في أعداد المخيمات، وبالتالي لم يعد مجدي بأن تبقى هذه المخيمات بأعدادها الحالية، ولكن من خلال جمعها بإمكاننا توفير تقليل الكلفة وتوفير خدمات أفضل. هي أيضا فرصة لإعطاء المجال لمن يريد العودة ولمن لا يرى في عودته هناك مخاوف بأن يعود. الشرط الأساسي دائما لكل هذه المنظمات، وهذا الكلام يتفق معنا سيادة المحافظ فيه، أن لا تكون هذه العودة قصرية. وبالتالي الاجتماع كان هو فرصة لارتقاء في مستوى التنسيق مع المحافظة ومحاولة الوصول إلى أهداف مشتركة، وهذا ما تم.